بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الرسم الهندسي يا باشمهندسين، يا متعلمين بتوع مدارس، عايزين نرسم مساقط للرسمة ديت. الرسمة دي هنا ده 96، ده 40، دي 20، دي 20، طيب 30، 50. يلا بينا يلا بينا، توكلنا على الله. الارتفاع ده كام؟ 54. انا ولا اي حافظ اي حاجة. الخط ده 96، الارتفاع ده 54. تمام، هشد دول كده على جنب، وهات لي دي كده من بعيد عشان بس الناس تبقى ايه شايفه. دلوقتي احنا هنرسم الاليفيشن. نرسم مين؟ نرسم الاليفيشن. اللي فوق ده 60، فاحنا هنقف هنا نفتح دايره كده على 30 عشان نرسم خط الميل. الخط ده ارتفاعه 15، يبقى انا هقف هنا كده اقول له اوفست 15، ارفع الخط ده كده واروح رايح راسم خط الميل ده كده. شباب خط المائل سلوب، اقطع خطوط الزيادة، اقطع خطوط الزيادة، قول له متشكرين يا باشا، كتر خيرك. تمام. وبعدين قال لك عندك هنا دي 20 ودي 40، قلنا له كتر خيرك، دي 40 يبقى نصها 20. الارتفاع ده كام؟ الارتفاع ده 20، و دي هتتفتح كده، شيل ده، واللي فوق دي 20، يبقى ده 10. وهات لي الخط ده كده بعد اذنك، بعد اذنك، قلنا له متشكرين يا كبير، واقطع لي خطوط الزيادة اللي هنا وخطوط الزيادة اللي هنا. تمام، كتر خيرك، شكرا يا باشا. تمام، هات لي بقى الجزء اللي فوق ده. قال لك ايه؟ قال لك دي 40 ودي 16 ودي 30. تمام، هات لي دي كده 30 الارتفاع، بعد كده هو فين؟ قال لك دي 40 يبقى نصها 20. بعد كده هات لي ده كده وده كده، اقطع لي خطوط الزيادة لو تسمح. حاضر، كتر خيرك، اقطع، امسح، ديليت، وقف هنا كده، وهات لي ده كده نصه كام؟ 16. وده ارتفاعه 10، واروح رايح اعمل الخط ده مع الخط ده، الخط ده مع الخط ده. وده بالشكل ده، الله المستعان. كده انا فتحت الجزء ده. هنا عندنا جزء هنا في الجنب، دي 5 ودي 28، فهدخل كده مسافة 5، هنزل كده خط 28، كل ده كده هحطه في لاير الاليفيشن اللي هو ده، وهاخد دولت بس احطهم في لاير الداش. تمام كده انا رسمت الاليفيشن. عايز ارسم البلان. البلان فيه فكره، فلو سمحتوا نركز مع بعض. على مسافه 20 هبدا ارسم البلان. عرض البلان ده، لاحظوا هنا ان ده 50 وان دي 30، فدي 50، همشي كده، هاخد اسقاط كده رأسي. خلاص انا كده رسمت الجزء بتاع البلان. امسح خطوط الزيادة اللي هنا اللي هنا اللي هنا، امسح الخط ده. تمام شباب. طيب في حاجات كده في السريع ممكن نخلصها، زي مثلا الاربع خطوط بتوع الاسقاط دولت، ممكن نخلصهم كده سريعا. عندنا كمان الدايرة اللي فوق دي برضه ممكن نخلصها سريعا، يعني مثلا ايه الدايرة دي اللي فوق نص قطرها 20، وفي خطين في النص اللي هما الخط بتاع 16 ده والخط بتاع 16 ده، يبقى الدايرة دي كده ايه خلصنا.
تمام. الاربع خطوط دول كده اتحطوا على الداش لاين مباشرة، والباقي هيتحط على البلان. يعني ده كل ده كده بلان، الاربعة دول داش، الداش ده اللي هو بتاع الفراغ اللي تحت اللي هي 8 دي كده. عندنا بقى الجزء المربع ده، فعايزين نرسمه تاني مع بعض. ركزوا كده يا شباب، هناخد اسقاط للخط ده كده، ركزوا معايا بعد اذنكم. الخط ده بعد كده اسقاط للخط ده، دي عرضها كام؟ 30، فهاخد دي كده 15 تمام. طيب نفس اروح رايح واخد الاسقاط ده كده والاسقاط ده كده بتاع الدايرة دي، وفوق هنا هتلاحظ ان ادي الخط اهو وادي الخط اهو، ده الفراغ اللي هو بتاع الفتحة دي كده، الفتحة دي 30 صح، ودي 5 ودي 28. ركزوا معايا عشان فيها تركات كده. كل ده هيبقى بالمنظر حضرتك شايفه ده. لو انا رحت رايح راسم الريكتانجلر كده على طول، خلصتها خلصت، امسح الخطوط دي كلها خلاص، ده كده البلان. فيها بقى حاجة ناقصة، بص يا باشمهندس ركز معايا، الخط ده عند الزاوية دي كده في فرق مستوى، يعني الخط ده هينزل كده والخط ده هينزل كده، خدت بالك؟ طيب المفروض ان بالشكل ده كده الخط ده هيتقطع من هنا، يتقطع من هنا، يتقطع من داخل هنا، من هنا، ان الرسمة تبقى بالمنظر ده كده. فكل ده بالشكل ده تمام يا شباب. فكده الرسمة المفروض ان البلان خلص. فاوعى تنسى، شايف شكل حرف اليو ده اهو اللي هو المستوى الازرق ده، والخط ده اوعى تنساه اللي هو النقطة اللي موجودة فوق دي تمام. طيب دلوقتي انا هعمل ايه؟ اروح رايح راسم خط بزاوية 45. هنا ركزوا معايا، الرسمة دي يعني ميرور، يعني سيمتريك متماثلة. فأنا دلوقتي لو رسمت السايد فيو يمين أو شمال هيطلع صح، ولكن الصح إن أنا دلوقتي لو باصص له من الشمال هنا يبقى أرسمه في اليمين، لو باصص له من اليمين الإليفيشن باصص له من اليمين يبقى أرسمه في الشمال. فنركز يعني في الكلام ده، هي في الآخر مش هيختلف، ولكن موضوعه في الرسم يفرق عند اللي بيصحح، عند الراجل اللي بيصحح الامتحان. طيب هجيب خط بزاوية 45 وابدأ ارسم الاسقاطات بتاعتي. ادي اكس ال، وادي الخط بزاوية 45 ده، بعد كده هبدأ ارسم اكس ال فيرتيكال. خلينا في الهوريزونتال الاول، ادي الهوريزونتال اللي هو ده ده، خلوا بالكم انا بدأت منين؟ من الخارجي لبره، بعد كده ده، بعد كده عندي ده هيبقى داش، بعد كده عندي ده وده هيبقى داش. فكده انا رسمت دول، عندي ده العرض وعندي دول، الرسمه دي من هنا. الداله دي انا هسيبها دلوقتي مش هي جنبيها عشان زحمه الخطوط، بعد كده هبدا اظبطها بعدين. شباب ده البلان يا شباب، ده سايد فيو اسف. فبصوا كده انا لو مسحت الخطوط الزياده كلها عشان بس الدنيا تبقى رايقه وفايقه والدنيا تبقى زي الفل زي العسل. شايفين كده المنظر ده؟ هو ده السايد فيو. ركز بقى كده معايا بعد اذنك في السايد فيو دوت. ادي ده السايد فيو وده هو ده السايد فيو بتاعنا. فلو انا كده رحت جايب السايد فيو وبدات اشتغل، هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان المستوى ده كده كله بالكامل معاك تمام؟ فين حرف اليو؟ حرف اليو اهو. ايه الخط ده؟ ده خط الداش اللي هو بتاع الفراغ اللي ورا. يبقى ده خط الداش اخلصه على طول كده، اخلص منه تمام؟ طيب شايفين المستوى ده؟ ده الجزء اللي هيبقى لونه اصفر اللي هو اللي من الداخل الجزء ده، وده حرف اليو اللي هو المنظر ده كده كله على بعضه. شايفين المنظر؟ بس خلصت. فوق بقى الدايره اللي موجوده هنا فوق ديت، الدايره دي فيها تركه، فيها فكره، فلازم تبقى مركز معايا. عشان نجيبها هننزل تحت كده ونروح رايحين جايبين الاسكوب بتاع الدايره ده، اسكوت هنا، هنا اسكوت، ده هنا اسكوت، ده هنا المنظر ده، اعمل ميرور لدول
فكده الدايرة ده مكانها، فهمسح بس الخطوط الزيادة. ده مكان الدايرة يا شباب، وده الإسقاط بتاع الدايرة. الخطوط دي خلاص المفروض إن أنا مش عايزها. خط ده بس، خط الداش، خط ده مش عايزه. بصوا كده الدايرة فيه فراغ هنا يمين وشمال، الخط ده برضو مش هيكون موجود معايا، ده مش معايا، والخط ده كمان مش معايا، فبنشيل الخطوط دي مع بعض. الله المستعان. هبدأ أشتغل هنا، والرسمة دي هبدأ أرسم ليها السايد فيو بتاعها، فنركز فيها مع بعض عشان قلت لحضراتكم إن فيها فكرة موجودة. بصوا يا شباب، كل الموضوع إن الجزء بتاع الدايرة اللي تحت ده بارز. بصوا كده، شايف حرف ال ده، شايف الجزء ده، هو ده بس، هي دي التركة بتاعتها. فده اللي أنا عايز حضرتك تبقى شايفه معايا ومركز فيه. يعني إيه؟ يعني من الآخر الرسمة هتيجي عاملة كده 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 كده، عشان ما نقعدش بقى نتكلم كتير ونضيع وقت الباشمهندسين المتعلمين بتوع المدارس. الخط ده هيجي داش، الخط ده هيترسم داش هنا بالشكل ده كده. فهي دي الفكرة كلها، إن الخط ده من بارز كده. فهمتوا يا شباب الفكرة كلها في السنة الموجودة دي؟ تعبتكم معايا، بشكركم على حسن الاستماع والتركيز، أشكركم على كل واحد هيدعي لي ويدعي لوالدي، الله يجزيكم كل خير، ويدعي لوالدتي، الله يبارك لكم. ولو سمحتوا ساعدوني في نشر الفيديوهات، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم على نشر العلم. جزاكم الله خيرا أجمعين. يا شباب أنا مش هقدر أوصل للناس من غيركم، لو سمحتوا ساعدوني في نشر الفيديوهات وساعدوني في مساعدة الناس. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.